غناء وألعاب وتعليم الأبجدية وكتابات الكلمة الأولى، وأهم من كل ذلك أن الأولاد يتعلمون العيش معا. هذه أول تجربة لهؤلاء الأطفال في التنشئة الاجتماعية وممارسة التعليم داخل جدران الحضانة. هذا ما يحدث هنا في القدس الشرقية المدينة العربية، حيث راهبات الحبل بلا دنس إبريا اللواتي يدرن هذه الحضانة، ويتم جمع معظم الأطفال من الأسر المتواجدة في هذه المنطقة وغيرها. راهبات إفريا يتواجدن هنا منذ قرن، وقد وصلن في عام 1912 للخدمة في أحد المستشفيات الإيطالية، ويقمن في القدس الشرقية منذ عام 1954. توجهنا للقائهن أثناء استعدادهن للاحتفال بعد أيام قليلة بتطويب مؤسسة الرهبانية الأم أنطونيا فيرنا. هذه الراهبة التي عاشت بين نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع الميلادي، وصبت هذه الراهبة جل اهتمامها على ضرورة التعليم وإغاثة الفقراء، وكانت تبذل ما بوسعها في هذين المجالين بكل محبة، ولا زالت روحها تعيش من خلال أعمال الراهبات اليوم. إننا نعيش على محبتها. كانت مؤسستنا مربية وتحب الأعمال الخيرية، واعتادت أن تلبي جميع الاحتياجات بمحبة كبيرة جدا. أربع راهبات يعتنين اليوم في الحضانة، ويعاونهن عدد من العلمانيين المسيحيين بالإضافة إلى مسلم علماني، وهؤلاء الأطفال كذلك هم من المسيحيين والمسلمين، لا بل أكثر من 80% من الأطفال المسجلين هنا من المسلمين. تتمثل رسالتنا بتنشئة رجل الغد على الاحترام المتبادل والتعليم والعيش معا، وهذا أمر بغاية الصعوبة لا سيما في هذه المنطقة من الشرق الأوسط، وبالتالي فإننا نركز منذ مرحلة الطفولة المبكرة على تأسيس أخلاق الطفل الذي يأتي في المرتبة الأولى والأهمية القصوى. نحن نستقبل جميع الأطفال الأغنياء والفقراء، وكل الذين يطرقون أبوابنا هم معنا دائما. الأم الرئيسة الأخت ألفيرا دالبين تبين لنا الصور التي توثق مراحل نشأة هذا المكان وكيفية العيش معا فيه. نواجه بعض الأوقات العصيبة، وتذكر الأخوات الراهبات تشييد الجدار الأول هنا، خصوصا عندما كان سائقو المركبات القادمة من الأراضي الفلسطينية يمررون الأطفال من أحضان السائقين الإسرائيليين حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحضانة. يتشابك تاريخ هذه الأرض منذ سنوات عديدة مع الخطوات الأولى في حياة هؤلاء الأطفال، والحضانة في القدس الشرقية تعتبر واقعا حقيقيا ذا جذور قوية ترافق الأجيال. اخترت هذه المدرسة لأني توجهت إلى الحضانة عندما كنت صغيرة، وأما الآن فأنا امرأة حققت ذاتي وأعتبر ناجحة، تعلمت الأساسيات هنا، ولهذا أردت أن يلتحق أولادي بهذه المدرسة أيضا. لا تقتصر مهنتهن على التعليم، بل يفوق ذلك كيفية التصرف والتكيف مع الأطفال الآخرين وتعليمهم سبل الاستقلال في حياتهم. نحن في هذه المنطقة نعرف في الراهبات ماليا وكيفية معاملتهن للأطفال وكيف تصرفهن مع الناس هنا. أشعر أنني أعيش في بيتي، وحتى أولادي يشعرون وكأنهم في البيت، فشعورك بالأمان أمر مهم جدا بالنسبة لك ولطفلك، ويتعاملون هنا مع أطفالي كما أتعامل معهم أنا، فنعيش مع المعلمين ومع الراهبات كعائلة واحدة كبيرة. With all the teachers and all the sisters, we are a big family.